بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في قناة الكمبيوتر للجميع. في الفيديوهات اللي فاتت في القناة بتاعتنا استعرضنا طريقة تنصيب الويندوز سب سيستم فور اندرويد على اي اصدار واي بيلد من ويندوز 11. الطريقة والخطوات نجحت بكل سهولة مع عدد كبير جدا من المشاهدين على القناة. عدد من المشاهدين واجهتهم شوية مشاكل في التنصيب، بالاخص في المرحلة بتاعت الباور شيلد ظهر معهم ايرور كود باللون الاحمر، ما يدروش ان هم يحلوا المشكلة دي او ما يدروش ان هم يطبقوا باقي الخطوات بنجاح، وقفوا عند المشكلة دي. ناس منهم اتواصلت معايا على الواتساب وقدرنا ان احنا نحل لهم المشكلة عن طريق الاني ديسك او التيم فيور. النهاردة هنستعرض حل المشكلة دي لكل المشاهدين بتوع القناة بتوعنا. قبل ما ابدأ في الشرح اتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والاعجاب بالفيديو عشان يوصلكم كل الجديد اللي بنقدمه في قناة الكمبيوتر للجميع. هنبدأ شرحنا بسم الله الرحمن الرحيم. سبب الايرور كود ده وسبب المشكلة هو نقص في برامج اساسية موجودة جوه اصدار الويندوز بتاع حضرتك، فسبب النقص ده بيحتاجه الباور شيل عشان يعمل تنصيب للويندوز سب سيستم فور اندرويد. بينلاقيش الفريم ورك بتاع الملفات اللي هيشتغل عليها، فبيطلع لك الايرور زي ما هنشوف في الصوره اللي معانا دي. ده شكل الرساله بتاعت الايرور. حضرتك هنرفع دلوقتي ملف هيبقى معانا في صندوق الوصف اسفل الفيديو، هتحمله هتلاقي جواه ثلاث ملفات امتدادهم ABBX. حسب الرساله اللي هتظهر لحضرتك هتختار الملف المناسب ليها. يعني الرساله الاولانيه اللي معانا دي بيقول لي هنا ان المشكله في المايكروسوفت دوت VCLabs دوت 140 دوت 00 دوت UB ديسكتوب. هتفتح الفولدر هتلاقي عندك الملف موجود جواه بنفس الاسم بتاع المسج بتاعتك. يعني هتلاقي عندك هنا ده الثلاث ملفات بعد ما نحملهم ونفك الضغط عنهم. عندي هنا اللي هو ده الملف اللي هو الـ VCLabs 140 UWB ديسكتوب. هتقوم عامل سيت اب للملف ده، هتتحل معاك المشكله دي. ممكن تعمل انت حل للمشكله دي وبعد ما ترجع تجرب تاني تطلع لك رساله تاني بنفس اللون، بس هتتاكد منها برضه في نفس الجزئيه هتلاقي حاجه اختلفت. بدل مايكروسوفت دوت في سي لابس دوت 140 هتلاقي الرساله الثانيه دي اللي هتلاقي فيها مايكروسوفت دوت يو اي دوت اكس اي ام ال 2.6. هتفتح برضه المجلد بتاعنا هتلاقي عندك الملف الموجود اهو مايكروسوفت دوت يو اي دوت اي اكس ام اي ال. هتعمل سيت اب ليه هيحل لك المشكله. لو لقيت الملف اللي مكتوب في سي لابس 140 بس بدون يو دبليو بي ديسكتوب، الملف الثالث هيحل المشكله بتاعتك. هتعمل سيت اب للملف المرتبط بالخطا اللي ظهر عند حضرتك في الباور شيل، وهترجع تعيد الامر تاني في الباور شيل هتلاقي المشكله انتهت. كده هنكون خلصنا الشرح. اي حد واجهته المشكله او اي حد ظهر له الايرور في قلب الباور شيل يقدر يحمل الملف من صندوق الوصف ويقدر يحدد الملف الناقص عنده من قلب الرساله نفسها زي ما قلنا، ويعمل الملف او يعمل سيت اب للملف اللي بيحل له المشكله دي على الكمبيوتر بتاعه. خلصنا شرحنا، شكرا لكم على متابعتنا في قناة الكمبيوتر للجميع. اتمنى منكم تاني انك تعمل اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس واعجاب بالفيديو عشان يوصلك كل الجديد اللي بنقدمه في قناة الكمبيوتر للجميع. اي استفسار عند اي حد من حضراتكم بكون سعيد جدا بالرد عليه من خلال الواتساب. ناس كتير من القناة وصلوا معايا وحلنا لهم مشاكلهم بدون اي مشاكل. ما عنديش اي مشكلة في ان اي حد من حضراتكم يتواصل معايا على الواتساب. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.